السلطان سليم الأول، ولادته ونشأته. ولد سليم الأول على القول الأصح سنة 875 هجرياً الموافقة لسنة 1470 ميلادياً في مدينة أمسيه بالأناضول خلال ولاية أبيه بايزيد على سندق تلك الناحية. تتفق معظم المصادر على أن والدته هي عائشة كلبهارخة ابنة أمير ذي القدر على الدولة بوزقوردك، ويقول آخرون أنها دعيت عائشة خاتون فحسب، ويؤيدون كونها ابنة على الدولة بوزقوردك. اختتن سليم على يد جده السلطان محمد الفاتح، وبحسب رواية المؤرخ أحمد بن يوسف القرني فإن السلطان الفاتح طلب من ولده بايزيد بأن يبعث إليه بابنيه أحمد وسليم ليختتنهما بنفسه، فلما ذهبا إليه أجلسهما بجانبه على تخت الملك وأخذ يلاعبهما ويمازحهما، فشد أذن سليم إليه فبكى الأخير، فأمر للسلطان بإحضار طرائف التحف من الخزينة ليرضيهما فرض أحمد، وقام وقبل يد جده، وأبى سليم أن يرضى رغم محاولات السلطان بإسعاده، فقال له: يا ولدي نصطلح معك. فارد عليه سليم: والله ما أصطلح معك، أن لي عليك حقا أبقيه إلى يوم القيامة. فانزعج للسلطان وقال لوزرائه: اعلموا ولدي أن هذا هو الذي يملك هذا التخت. ثم ختنهما وأرسلهما إلى والدهما. حكم طرابزون. تشير الدلائل أن الشهزادة عبد الله بن بايزيد الأخ الأكبر لسليم تولى إدارة سندق طرابزون خلال سلطنة جده الفاتح، واستدل على هذا بنقش ظاهر على شاذروان جامع إي قلعة في المدينة يعود إلى سنة 875 هجرياً الموافقة لسنة 1470 ميلادياً، ويحمل اسم للشهزادة المذكور. ومن المعروف أن الشهزادة عبد الله استمر يتولى سندق طرابزون حتى سنة 886 هجرياً الموافقة لسنة 1481 ميلادياً. وفي هذه السنة توفي السلطان محمد الفاتح وخلفه ابنه بايزيد، فنقل ولده عبد الله من طرابزون وولاه مغنيسية وجعل مكانه أخوه سليم، فبقي في منصبه هذا 29 سنة من سنة 1481 إلى سنة 1510 ميلادياً. خلال ولايته تلقى الشهزادة اليافع دروساً في العلوم الشرعية والسياسية والآداب على يد المولى عبد الحليم بن علي القسطمونئي الشهير مولانا عبد الحليم أفندي، ولاحظ امتعاض أمراء قبائل التركمان الأناضولياً من الإدارة المركزية للشديدة في الدولة العثمانية التي أفقدتهم امتيازاتهم وحولتهم إلى رعايا عاديين، فصاروا تحت إمرة الموظف الصغير الذي يرسله السلطان من إسلامبول وهي إسطنبول حالياً، ولم يعد بإمكانهم جمع الضرائب ولا حشد الجنود كما كان الحال في السابق، فلم يجد هؤلاء مشكلة في التشيع والالتحاق بالدولة الصفوية بقيادة الشاه إسماعيل بن حيدر طالما حفظ لهم امتيازات الإمارة التي كانت بالنسبة إليهم أهم من مسألة المذهب. فصاروا يذهبون إلى إيران دون تردد ويعلنون ولائهم للشاه، فيصبحون قادة في جيوشه وتستمر امتيازاتهم كلها. أدرك سليم بنظرته الثاقبة مدى الخطر الذي يمثله الصفويون على الدولة العثمانية، وأنهم يستغلون التركمان الميالين للتشيع في سبيل خرق الدولة، فقلق على مستقبلها، لا سيما وأن والده السلطان بايزيد كان يسالم للشاه إسماعيل ويتجنب للدخول معه في حرب كبيرة. لذلك رأى أن يعمل على تمتين صلة القبائل التركمانية بالسلطنة، فجند منهم جموعاً غفيرة وغزا بهم الكرب 3 مرات
دون الرجوع إلى والده السلطان في إسلامبول. وفتح خلال غزواته هذه عدة مدن وضمها إلى الدولة العثمانية مثل قارس وأرادروم وأرتوين وآخسخ وآخولكلك. ولم يؤد سليم خمس غنائم غزواته هذه إلى بيت المال، بل منحها إلى المجاهدين التركمان الذين رافقوه وقاتلوا معه في محاولة لاستقطابهم إلى جانب السلطنة والحيلولة دون تعلقهم بالصفويين. وكان سليم يبغض الصفويين وزعيمهم الشاه إسماعيل بغضا شديدا بسبب تطرفهم المذهبي واضطهادهم أهل السنة والجماعة في البلاد الخاضعة لهم، فلم يتوانى عن قتالهم مرة بعد أخرى حتى أخذ من أيديهم عدة بلاد هي أرزنجن وبيبرد وكمخ وإسبر ومشخان وجم كازد وما جاورها وأضافها إلى ولايته. فما كان من الشاه إلا أن أرسل أخاه إبراهيم لاسترجاع هذه المدن باعتبار أنها من مخلفات الدولة قويونلوية التي قامت دولة الصفوية على أخذها، وكونه هو وريث قويونلوي من جهة أنه حفيد أميرهم الشهير أوزون حسن، فله الحق وحده في تلك المناطق. رد سليم على هذا بأن سار لقتال الصفويين مصطحبا معه ابنه الوحيد الشهزادة سليمان البالغ من العمر 12 ربيعا، فقابلهم قرب أرزنجن وانتصر عليهم وتمكن من أسر إبراهيم شقيق الشاه، مكتسبا بذلك اعتبارا كبيرا من الأهل للسنيين ومن قادة الجيش، حتى وصل الأمر ببعضهم أن لحن فيه قصيدة شعبية مطلعها: سر سلطاني سر، فاليوم يومك. سارع الشاه بعد أن علم بأسر أخيه إلى إرسال كتاب احتجاج إلى السلطان بايزيد مذكراً إياه بالصداقة الصفوية العثمانية، فكان ذلك ما يحتاجه الوزراء الموليين للشهزادة أحمد والذين يدعمون وصوله إلى سدة العرش لتأليب للسلطان على ابنه سليم، إذ كانوا متوهمين منه لتهوره وسوء خلقه وشدة سياسته وبطشه. فنصحوا السلطان أن يكبح جماحه كي لا يدخل الدولة العثمانية في حرب شاملة مع الصفويين الذين يسالمونها. وادعى هؤلاء بأن سليم يخالف أوامر وإرادة السلطان ويستبد بالأمر فيغزو بلاد الكرد بلا إذن من والده، وتمادوا حينما صنعوا كتباً مزورة نسبوها إلى الشهزادة المذكور تتضمن تهديدات وتنبيهات إلى الوزراء، وأخذوا يعددون محاسن الشهزادة أحمد ومعايب أخوه سليم، فتحرك غضب السلطان على ابنه الأصغر وكتب إليه ينهاه عن قتال الصفويين وغزو الكرد ويأمره بمحافظة إيلته فقط وإطلاق سراح أخي الشاه وإخلاء جميع المدن التي استولى عليها وإعادتها للصفويين، وهدده بالعقاب فيما لو لم يمتثل للأوامر وفي الوقت نفسه ثبت ابنه أحمد في ولاية العهد. جدير بالذكر أن السلطان بايزيد كان آنذاك يعاني من أمراض شتى، حتى وصف بأنه صار مثل صبي بتعاقب الأمراض وكبر السن، فيقلبه الوزراء والندماء كيف شاءوا وإلى حيث أرادوا. استجاب سليم لرغبات أبيه، لكنه أعلن استيائه بوضوح قائلاً أن هذا العمل يعني انعدام الشرف، وليس للشاه حق فيما يدعيه. فإرزنجن على سبيل المثال كان السلطان بايزيد الأول هو من ضمها إلى الدولة العثمانية، وكانت ستبقى من جملة بلادها لولا اجتياح تيمور لنك للأناضول. ولم تلق أوامر السلطان ارتياحاً سواء لدى الجيش أو أهالي الأناضول أيضاً. بناء على ما سلف، اطمأن الشهزادة أحمد إلى موقف والده من أخيه الأصغر، وسعى إلى إبعاد أخيه الآخر قرقود وابن أخيه سليمان عن دار السلطنة ليصفي له العرش، فالتمس من السلطان أن ينقل سليمان بن سليم من سمدق بولي وقرقود من سمدق مغنسية
لقربهما من العاصمة، فأجابه بيزيد رعاية لخاطرة وعين سليمان على سندق. كفة بلقرم وقرقود على سندق تك. الاضطرابات أواخر عهد السلطان بايزيد. كان للسلطان بايزيد 8 أبناء، أسنهم هو عبد الله، ثم شاهنشاه أحمد، وعلمشأة، وقرقود، وسليم، ومحمود، ومحمد. توفي أغلب هؤلاء الأبناء في حياة والدهم، ولم يكتب البقاء حتى ذلك الوقت إلا لشاهنشأة أحمد، وقرقود، وسليم. وقد فرقهم والدهم وعين كل واحد منهم على بلد مختلف خشية وقوع الشقاق بينهم نظراً لاختلافهم في الآراء والمشارب. فكان كبيرهم أحمد محبوباً لدى الأعيان والأمراء لحسن خلقه ولين جانبه، وكان الصدر الأعظم علي باشا الخادم مخلصاً له. وكان قرقود مشتغلاً بالعلوم والآداب ومجالسة العلماء، وكان هو نفسه عالماً كبيراً وشاعراً وخطاطاً وموسيقاراً وملحناً، له مؤلفات بالعربية والتركية في علوم الفقه والكلام والأخلاق والتصوف، ولذا كان الجيش يمقته لعدم ميله إلى الحرب. أضف إلى ذلك أن ولديه للذكور توفيا وهما طفلان، مما تركه بلا وريث وأضعف حق ادعائه بالعرش. أما سليم فكان محباً للحرب والغزو والجهاد كما أسلف، لذا كان محبوباً لدى الجنود عموماً والإنكشارية خصوصاً، مما قوى موقفه فيما لو طالب بالعرش. ولما كان أعيان البلاد من الساسة والقادة والأمراء أصحاب الغايات والمصالح المناصرين للشهزادة أحمد يدركون مدى خطورة وصول شخص كسليم القوي إلى سدة السلطنة، فإنهم أوغروا صدر والده عليه كما أسلف ليقللوا من حظوظه في تولي أمور البلاد والعباد، وصوروا أحمد على أنه المرشح الأمثل لخلافة أبيه، في حين استبعد قرقود تماماً. وإلى جانب أبناء بايزيد كان هناك أحفاده الذين تولى كل منهم سندقا خاصاً به، وأبرز هؤلاء كان سليمان بن سليم الذي نقله جده السلطان من سندق بولي إلى سندق كفة بلقرم بناء على طلب عمه أحمد، وولى مكانة ابن الأخير المدعو مراد. وكان هناك أيضا محمد شاه بن شاهنشاه تولى سندق القرما لاحقا بعد وفاة أبيه، وعثمان بن علمشأة والي أنقري، وأرخن بن محمود والي قسطموني، وموسى بن محمود والي سين. بالإضافة إلى هؤلاء كان لمحمود ولد ثالث يدعى أمير خان، لم يولي أي منصب كونه كان ما يزال طفلاً. امتعض قرقود عندما نقله والده من سندق مغنيسية إلى تك، ورأى في ذلك محاباة لأخيه الأكبر على حسابه، فالتمس من السلطان أن يعاد إلى سندقه، لكن بايزيد لم يجبه إلى طلبه، فتألم لذلك وتغير على أبيه، وخرج على رأس 137 شخصاً من خصته، وركب البحر من مرفأ أنطالية وتوجه إلى مصر، معلناً أن نيته حج البيت الحرام، بينما قصد إلقاء الرعب في قلب والده، وتخويفه من احتمال تعامله مع المماليك، فمكث في الديار المصرية نحو سنة. وفي أثناء غياب قرقود في مصر أدرك شقيقه سليم موقف حاشية والده منه، وأنهم زوروا كتباً ونسبوها إليه، فسعى إلى تبرئة ذمته وجنايته أمام العتبة السلطانية، إلا أنه لم يقصر على الذهاب إلى إسلام بول ومقابلة السلطان بلا إذن، فالتمس من أبيه أن يليه سندق من سنادق آل الرملي، فيصبح بذلك على مقربة من العاصمة. لكن الوزراء والحاشية حلوا دون حصول سليم على مطلبه، فأرسل ثانياً وثالثاً يطالب والده، فلم يجبه إلى ذلك بتأثير من وزرائه. ولما حرم سليم من سؤله وعادت رسله خائبين،
ركب البحر متوجها إلى كفة سندق ولده سليمان بلقرم، وأقام فيها أياماً، وأرسل إلى العتبة قاصداً آخر يلتمس الإذن في الحضور إلى إسلام بول، فحال الوزراء والساسة المائلون إلى الشهزادة أحمد دون قبول للسلطان مجدداً، وقبح عنده عبور سليم إلى الرملي، بل إن الشهزادة أحمد نفسه كتب إلى خان القم من كليك رأي وأبلغه بأنه سيشكيه إلى أبيه ويطلب عزله فيما لو عاون سليم، على أن الخان المذكور لم يلتفت لهذا التهديد لارتباطه بسليم عبر المصاهرة. وأرسل السلطان بايزيد إلى ابنه بلقرم أحد العلماء المسلمين وهو المولى نور الدين ساروكرز لينصحه ويقنعه بالعودة إلى سندقة طرابزون، فصار المولى المذكور وحاول نصح سليم بالامتثال لأمر والده، لكن الأخير أصر ألا يعود ما لم يصل إلى عتبة السلطان، فعاد المولى ثم رجع مرة أخرى حاملا رسالة من بايزيد يعلم فيها ابنه بأن يختار سندقة من سنادق الأناضول فيوليه عليه، فلم يجب ما لم يقترن ذلك بحضوره إلى والده. خلال تلك الفترة كانت بلاد الأناضول تموج بنار الفتنة التي ضرمها الشيعة الموالون للشاه إسماعيل، وتزعم الثورة أحد دعاة الشاه المسمى شاهقلي بابا بن حسن التكلوي، وعاث شاهقلي وأتباعه فساداً في الأناضول، فاعتدوا على الأهل وخربوا البلدات والقر، وقصدوا مدينة كتاهية دار بكلربكية الأناضول فأحرقوها بعد أن هزموا حاميتها وقتلوا أغلبهم بما فيهم بكلربك الأناضول قراكوز أحمد باشا. انزعج السلطان بايزيد ماء وصلته أخبار الفتنة وما جرى من إحراق كتاهية وقتل قراكوز أحمد باشا، فاشتد عليه مرضه وقوي ضعفه، وكلف ابنه الشهزادة أحمد بالقضاء على شاهقلي وأتباعه ثم جمع الوزراء والأعيان وأعلمهم عزمه على تسليم السلطنة إلى ولده المذكور ما أن ينتهي من مهمته، وأرسل في عقبة الصدر الأعظم علي باشا الخادم في 4000 سنهية و1000 إنكشاري ليعاونه في القضاء على العصاة، كما أرسل إلى أمراء الأناضول أن يجتمعوا عليهم بعساكرهم. وبلغت أخبار هذه الأحداث مسامع الشهزادة سليمة في القرم، فقرر استغلال الوضع كي يحصل على مرادها بالقوة، فشق عصا الطاعة وسير عدة سفن من البحر بأثقاله ورجاله، وسار هو في أصحابه وأتباعه من البر إلى صوب دار السلطنة من طريق أكرمن. ولما قرب من سيلسترا ونزل بخارجها أرسل أميرها قاسم بك إلى السلطان بايزيد يعرض الحال، فخاف الوزراء المخالفون من دخول سليم إلى العاصمة وسيطرته على الحكم، فحركوا السلطان فوراً للتصدي له. وتقابل جيش بايزيد مع جيش ابنه سليم في موضع يقال له جوقر إيري بقرب أدرنة، لكن أي قتال لم يقع، إذ لما رأى الشهزادة عزم والده على القتال أرسل إليه أحد خواصه يستعفيه ويطلب منه الرأفة، فبكى بايزيد متأثراً بالكلمات التي ارسلها ابنه، ورد عليه بأنه سيمنحه ما يرضيه سوى دخول إسلام بول. فالتمس سليم سندقة من ثغور الرمل ليغزو من خلاله البلاد الأوروية المجاورة، فمنحه السلطان سندق سمنادرية أولاً، ثم أضاف إليه سنادق يودين وآلاج وحصار ونيق ولس، وأرسل له هدايا جليلة مرفقة بكتاب عهد على أن لا يولي عهده إلى أحد من أولاده ما دام حياً، ويفوض ذلك إلى مشيئة الله، وهدف من وراء ذلك تطيب قلب سليم وجبر خاطره عما جار كي لا يتسع شق الخلاف ويكبر البغض بين الإخوة. وكان ذلك في سنة 917 هجرياً الموافقة لسنة 1511 ميلادياً. في ذلك الوقت كان علي باشا قد عبر إلى الأناضول ولقي الشهزادة أحمد في أنقرة، فهنأه بالسلطنة في خلوته
مما دفع الأخير إلى بذل الأموال على مقدمي الجنود لاستمالة قلوبهم وضمان وقوفهم إلى جانبه حينما يجلس على للتخت. ولم يلبث علي باشا أن علم في غد ذلك اليوم بقدوم سليم إلى صوب أدرنة وبكل ما جرى بينه وبين والده، فغضب من ذلك الخبر، إلا أنه كتمه عن الشهزادة أحمد وعن خواصه أيضاً، ثم توجه معه إلى دفع غائلة تشيع. تمكن العثمانيون من إلحاق هزيمة كبرى بشاهقلي وجماعته، فقتلوا أغلبهم في بضع معارك وشتتوا البقية، على أن ثمن هذا الانتصار كان باهظاً، إذ قتل الصدر الأعظم في إحدى تلك المواجهات. ولما وصل خبر مقتله إلى الشهزادة أحمد، حزن واضطرب اضطراباً عظيماً وتحير في أمره، فرجع إلى سندقه أماسيه ولم يعقب عصاة للثأر منهم، مما أثار حفيظة عسكره. وفي أثناء ذلك توفي الشهزادة شاهنشاه والي القرمن، ووصل خبر وفاته إلى السلطان بايزيد مرفقاً بخبر مقتل علي باشا، فزاد في ضعفه واشتدت عليه الآلام والاضطرابات، فجمع الوزراء والأعيان وشاورهم في أمر السلطنة، فأشروا عليه بإحضار للشهزادة أحمد وإجلاسه على تخت للسلطنة قبل تفرق أمراء للرواملي وعساكرها، واجتمعت الكلمة على ذلك. وهكذا أرسل السلطان أولاً إلى أمراء الرملي أن يحضروا إليه، فلما مثلوا بين يديه أخذ منهم البيعة لولده واستحلفهم على طاعته، ثم أمر الوزراء بأن يستدعوا الشهزادة المذكور، فأرسلوا إليه يستعجلونه إلى إسلام بول. وعلم الشهزادة سليم باتفاق الوزراء والأعيان على تنصيب أخيه على عرش آل عثمان عن طريق أحد أعوانه المخلصين العامل في خدمة والده، فتوجه سريعاً إلى صوب العاصمة، وقابل والده في وادي أغروش بقرب ورلي، فأرسل أحداً من خواصه إلى أبيه للسؤال عن سبب نقض العهد والإصغاء إلى أقوال الوزراء والأعيان أصحاب الأغراض الخبيثة، لكن هؤلاء حلوا دون دخول الرسول على السلطان، وعرضوا إلى الأخير بأن ولده سليم قد قصده في 30,000 مقاتل، وهو يعقد للعزم على خلعه من السلطنة والجلوس مكانه، وحثوه على قتاله. وكان عند السلطان حينئذ 40,000 مقاتل، فهجموا على الشهزادة سليم وعسكره، فاقتتلوا شديداً حتى تشتت جنود سليم، وهرب إلى صوب بحر البنطس وهو البحر الأسود، في جمع قليل من أتباعه، فتبعه جمع من عسكر والده وأدركوه، ولم يحل بينه وبين الأسر سوى أحد خواصه المدعو فرحات بك. فأشغل جنود بايزيد في حين أسرع سليم السير على صهوة جواده السحاب الأسود، حتى وصل ساحل البحر المذكور، واجتمع عليه 3,000 جندي من رجاله، فأبحر بهم إلى كفة سندق ولده سليمان، ودخلها خائباً محزوناً. تنازل بايزيد عن السلطة لصالح ابنه سليم. بعد انكسار الشهزادة سليم، عاد السلطان إلى إسلام بول وجمع الوزراء للمشاورة ثانياً، فأشروا عليه باستعجال الشهزادة أحمد إلى العاصمة لتسليمه السلطة، فوافقهم وأمر بأن يرسلوا إليه أن يأتي على الفور. وما أن وصل الخبر إلى الشهزادة المذكور، حتى نهض من أمسيه على الفور وركب فرسه وخرج في السير، دون أن ينم ليلاً ولا نهاراً، حتى وصل إلى قرب اسكدر، وأرسل إلى السلطان يستأذنه في العبور إليه صباحاً، فأذن له. واقترح أتباع الشهزادة أحمد من الوزراء والساسة استمالة قلوب أمراء الرمل وقادة الجنود ببذل الأموال لهم، وعرضوا ذلك على السلطان فوافقهم. والحقيقة أنه كان قد أصبح على درجة من المرض والضعف لا يستطيع معها تدبير أي أمر بمفرده، فأصبح وزرائه هم الحاكمون الفعليون للدولة.
ولما شاع خبر وصول الشهزادة أحمد واستعداده العبور إلى إسلامبول، اجتمع أغوة الإنكشارية وتشاوروا في أمر السلطان المستقبلي، واتفقوا على أن سلطنته مكروهة لاختياره الدعة والترفيه في جميع أوقاته، ولأنه لم يقدر على حماية البلاد من الصفويين، بل هو لم يقو على دفع غائلة جمع من أوباش التركمان من أتباع شاهقلي وهرب منهم، وقالوا أنه بهذا قد هتك عرض السلطنة فكيف يصلح لها، واتفقت كلمتهم على أن لا أحد يصلح لها سوى الشهزادة سليم المقدام في الحرب والجهاد، وعقدوا العزم على المطالبة بتولية سليم وتنحيه أحمد عن المنصب. ولما اتفق الإنكشاريون على ذلك، قاموا يوم 18 ذي الحجة 917 هجرياً الموافق فيه 6 مارس 1512 ميلادياً، فنهبوا بيوت الأعيان الموالين للشهزادة أحمد، منهم الصدر الأعظم الجديد أحمد باشا بن هرسك، والبكالربك حسن باشا، والوزير مصطفى باشا، وقاضي العسكر عبد الرحمن بن مؤيد، والطغرائي جعفر لبية بن تاج. فنجا هؤلاء بأنفسهم، لكنهم خسروا أموالهم وأثقالهم، وظل الإنكشاريون ينهبون بيوت أساسة والأعيان طوال الليل وهم يهتفون باسم الشهزادة سليم ويرفعون شعارا. ثم سيطروا على جميع مراسي السفن لحيولة دون خروج أحد من إسلامبول أو العبور إليها، وبعد ذلك اجتمعوا في باب سريطقاء ياء وطلبوا من السلطان العفو عما جر، والتمسوا منه عزل الرجال 5 السابق ذكرهم، فعزلهم إسكانا للفتنة. وحاول أحد الوزراء المدعو سنندكايول القصدي أن يستميل الإنكشارية إلى جانب للشهزادة أحمد، فلم يقدر على ذلك. وشاهدهم على الثبات والدوام في محبة سليم والميل إليه، فخرج من العاصمة بمشقة عظيمة وتوجه إلى بر آسيا، حيث قابل الشهزادة أحمد وأخبره أن وصوله إلى سدة الملك بات ميؤوساً منه. دب اليأس والغضب في قلب الشهزادة أحمد لما علم بما جرى في دار السلطنة، فعاد شرقاً عبر الأناضول، لكنه لم يتوجه إلى سندقة أماسيه، بل ذهب إلى القرمن وقد عقد العزم على السيطرة على جميع البلاد الأناضولية ليفرض سلطنته بحكم الأمر الواقع. وكان والي القرمن حين ذاك هو محمد شاه بن شاهنشاه، أي ابن أخي الشهزادة أحمد وحفيد السلطان بايزيد. فحاصره في قلعة قنية أياماً حتى استسلم، ثم دخلها وأعلن نفسه سلطاناً فيها. وبهذه الحركة أصبح أحمد في وضع المدعي وفقد صفة ولي العهد الشرعي، وتردد صدى ذلك في ردة فعل السلطان بايزيد، إذ غضب على ابنه وتغير عليه لفعلته هذه، وأرسل إليه يوبخه لإقدامه على ما فعل بدون إذنه. واتفق حين ذاك أن الشاه إسماعيل كان قد أرسل أحد خلفائه المسم نور الدين خليفة إلى الأناضول ليجمع من التركمان الميالين إلى التشيع، فاجتمع على نور الدين المذكور نحو 30,000 مقاتل، فأغار بهم على نواحي أمسيه وتوقد وسيوس ونهبها وأحرق بيوتها. فحاول الشهزادة أحمد التصدي له، وأرسل لقتاله وزيره سنندكايول القصدي، فسار إلى الصفويين وقاتلهم حتى انكسر منهم كسرة قبيحة، وهرب ناجياً بحياته، الأمر الذي زاد من تنفر العسكر من الشهزادة المذكور. عندما وصل خبر انكسار جيش الشهزادة أحمد إلى إسلامبول، اجتمع القادة العسكريون وكبار العلماء مع السلطان بايزيد، وأظهروا له أن نظام الملك قد اختل بطمع الوزراء والنزاع على ولاية العهد، وتسلط أعداء الدولة عليها من كل جهة، وبيّنوا له أن الشهزادة أحمد لا يليق للسلطنة لانهماكه في الدعة والترفيه،
حيث وقع منه أمران يدلان على عدم صلاحيته لتولي شؤون البلاد والعباد، وقعة شاهقلي ووقعة نور الدين خليفة. وكذلك الشهزادة قرقود لا يصلح للملك أيضاً، وإن كان عالماً فاضلاً، لأن السلطنة لا تتم إلا بترك الراحة والترفيه واختيار الإقدام على المخاوف والشدائد، وليس له ذلك، كما أنه لا عقب له بعد وفاة أبنائه الذكور، فليس يصلح لهذا الأمر سوى للشهزادة سليم الذي أثبت شجاعته وحزمه ومقداميته وحسن تدبيره في معاركه مع الصفويين والكرديين، وهو الوحيد الذي تعلق عليه الآمال في دفع البلية الصفوية. والتمس المجتمعون من السلطان تقليد العهد لولده سليم، بل تفويض السلطنة إليه. وكان السلطان أيضاً قد مال إلى جانب سليم بعد خروج أحمد عليه وتصرفه الطائش مع ابن أخيه محمد شاه الذي كان قد فقد أبيه حديثاً، فاعتبر بايزيد أن هذه دلالات على عدم رشد ابنه الكبير، وبالتالي لا يصح له تولي السلطنة. وكان السلطان قد أرسل إلى سليم براءات السناجغ الثلاثة سمنادري وفيودين وآلاجة حصار مرة أخرى مع كتاب يستميله فيه ويطيب قلبه بأنواع المواعيد الجميلة، ويعلمه بأنه سامحه ورضي عنه ويعتذر إليه عما جرى بينهما من الشقاء بسعي أصحاب المصالح الشخصية. ففرح سليم بذلك وتهيأ للمسير إلى سندق سمنادري، وبينما هو يتجهز وصله قاصد آخر ببشارة السلطنة ودعاه إلى إسلام بول على الفور، فتوجه إليها. وأما الوزراء المناهضين لسليم والخائفين من شدته وسطوته، فإنهم عندما شاهدوا ضياع السلطة من الشهزادة أحمد باتفاق الإنكشارية، أرسلوا إلى الشهزادة قرقود يدعونه إلى دار السلطنة ويستعجلونه في الوصول إليها قبل أخيه سليم، وأشروا عليه بأن يقدم في جمع قليل ويدخل للمدينة متنكراً وينزل في مساكن الإنكشارية ليستميلهم إليه. ظن الشهزادة قرقود أنه نال السلطنة عندما أصبح أخوه الأكبر في وضع العاصي، لا سيما وأنه يأتي بعده حسب تسلسل العمر. فتوجه وعبر البحر إلى إسلام بول ودخلها متوجها إلى مساكن الإنكشارية، ونزل في المسجد القريب من سكناتهم المشهور، مسجد أورطه جامع، وحاول استمالتهم إليه بحقوق سابقة له عليهم من الترقيات والعطيات إليهم لما نبعا أبيه أياما عند وفاة جده السلطان محمد الفاتح. فرحب به الإنكشارية وعظموه وكرموه، إلا أنهم لم يساعدوه على مطلبه من إحراز السلطنة، ولما رأى منهم ذلك خاف على نفسه وأعلن أن سبب قدومه ليس للمطالبة بالعرش، وإنما خوفاً من غدر أخيه أحمد، فرأى أن يحتمي بالعاصمة. وأرسل بايزيد يعاتب ابنه لقدومه دون إذنه، والتجاؤه للإنكشارية عوض أن يلتجئ إليه، فطلب الإنكشارية من السلطان أن يسامح ولده على فعلته من واقع تقديرهم لمكانته العلمية، فاستجاب لهم، وأرسل إليه العلماء والقادة، فأعلموه أن الأمور لن تستقيم إلا بتولي أخوه الأصغر سليم أمور الملك، وأقاموا له الحجب بذلك، فوافق بالأمر الواقع. وفي 19 أبريل عام 1512 ميلادياً، وصل سليم إلى إسلام بول، فاستقبلته الإنكشارية باحتفال زائد، وكان على رأسهم الشهزادة قرقود الذي خرج وسلم على أخيه وهنأه بالسلطنة ودعا له بالتوفيق والنصر، معلناً بذلك خضوعه ومسالمته. وبعد بضعة أيام من وصوله واستراحته من عناء السفر، جمع سليم أعيان الدولة من مقدمي الإنكشارية وأمراء الرملي وغيرهم، وصارحهم بأنه رجل شديد حد الطباع
وأنه قد صمم عزيمته على الغزو والجهاد في سبيل الله وتوحيد كلمة المسلمين، ولما شملهم في دولة واحدة كما كان الحال في زمن بني أمية وخلال العصر الذهبي لبنين العباس، وأنه قرر ضم البلاد العربية بعدما ثبت عجز المماليك وحدهم عن مواجهة المخاطر المحدقة بالأراضي المقدسة والدفاع عن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للمسلمين، كما اعتزم القضاء على الدولة الصفوية وضم البلاد الإيرانية، وأنه لن يتقاعد عن ذلك لا صيفاً ولا شتاءً، ولن يفتر عن الركوب وتحمل الشدائد لا ليلاً ولا نهاراً حتى يصل بلاد السند والهند فيضمها أيضاً لدولة الإسلام. وأضاف أنه سينصف المظلوم من الظالم وإن كان ولده سليماً، ولن يرحم الجائرين وأهل الفساد، ولن يترك مجالاً لعسكرة ولأمرائه كي يترفه. ولما أتم سليم الكلام ذكر اتصاف أخوي أحمد قرقود بخلاف ذلك من الملائمة ولنا الجانب واختيار الراحة على الشدة، وطلب من المخاطبين أن يختاروا أحدهم بعدما سمعوا ما سمعوا، فقالوا له أن منتهى مطالبنا ما ذكرتم لنفسكم ألا الشريفة، فاخترنا فاعمل ما شئت فإنا منقادون لأمرك وراسخون على طاعتك. فلما شاهد سليم ذلك منهم فرح ودعا لهم. وفي يوم السبت الموافق 24 أبريل 1512 ميلادياً توجه سليم في موكب إلى سريطوق أياء، ولما وصلها اصطفت الإنكشارية على عادتهم من طرفي الباب، فدخل السري ولقي والده السلطان بايزيد ماشياً، فقبل يده وطلب منه النصح والرضا، فنصحه بايزيد وأوصى إليه بأمور أهمها أن يغض على الطرف عن أخوه أحمد ويسامحه ولا يقتله، ولا يقتل كذلك أخوه الآخر قرقود، ويطيب قلب كل منهما بحصة من الدولة، ثم أجلسه على تخت السلطنة وألبسه العمامة المخصوصة بالسلاطين، ودعا له بالتوفيق والعزة والنصر. ولما تم أمر التنصيب والإجلاس، سارع جميع الوزراء والوكلاء والساسة وأعيان الدولة إلى مبايعة سليم، وتقدمهم أخوه قرقود، فسلمه صندقه القديم مغنيسية، وضم إليها جزيرة مدللي أيضاً، وطيب خاطره بكثير من الإحسانات والوعود، ثم وزع العطايا على الجنود وفق العرف العثماني، ومنحهم للترقيات، ثم أرسل إلى أمراء الأطراف يدعوهم إلى الحضور، وكذلك طلب حضور ابنه سليمان من كفة. أما السلطان بايزيد فإنه سافر بعد ذلك 20 يوماً إلى مسقط رأسه ديموطيقة ليمكث فيها ويتفرغ للعبادة والتأمل، فتوفي في الطريق وأعيد جثمانه إلى إسلامبول. القضاء على الشهزادة قرقود. كان قرقود يكبر سليماً ب3 سنوات وكان أحب إخوته إليه، لكن هذا لم يمنع السلطان من اختبار ولائه وتجربته خوفاً من أن يعصيه أثناء قتاله أحمد فيطعنه من الخلف، سواء كان هذا العصيان نابعاً من نفسه أم ناتج عن تحريك أساسة والوزراء أصحاب المصالح الخبيثة، لا سيما وأن قرقود سبق أن حاول أخذ السلطنة لنفسه ثم عاد وأعلن خضوعه لسليم كما سلف. فرأى السلطان أن هذه الحادثة إضافة إلى التحاق الكثير من أساسة الكارهين لسلطنته أي سليم بخدمة أخويه كاف لجعله يستشعر نقض عهد الطاعة والانقياد من قرقود، فطلب من بعض الوزراء والأمراء أن يحروا رسائل بأسمائهم تشوق الشهزادة المذكورة إلى طلبة السلطة ويعدونه فيها بالمؤازرة والنصر. ولما وصلت تلك الرسائل إلى قرقود لم يتردد بالكتابة إلى المرسلين يعدهم بالخروج والوصول إليهم، فوقع في ورطة قاتلة،
إذ رأى السلطان أن دفع غائلة أخيه هذا أهم من دفع أحمد، فتجهز على الفور للمسير إليه. خرج السلطان من بورصة في من كان معه من القادة والعساكر وأسرع السير إلى مغنيسية، فوصلها خلال 5 أيام. ولم يشعر قرقود إلا وقد أحاطت الجنود العثمانية بالسرايا، فتحير في أمره، ثم خرج مع أحد خواص غلمانه يقال له بيالة من باب حديقة ملاصقة بالسرايا، وحمل ما أمكن من النقود الذهبية والفضية، ثم ركب فرسين جيدين وهربا إلى أحد الجبال، حيث تحصن واستتر في كهف نحو 20 يوما. ولما عجز السلطان سليم عن الظفر بأخيه، عاد إلى بورصة وأرسل إلى أمراء الجهات أن يظلوا متيقظين ويتحسسوا أخبار الشهزادة الهارب. ولم يلبث قرقود وغلامه أن خرج من مخبأهما وتوجه على الفور إلى جهة تكة ليركب منها سفينة تعبر بهما إلى إحدى بلاد المشرق العربي أو إلى فرنسا. ولما كان للسلطان سليم في كل بلد ومعبر ومضيق جواسيس ينقلون إليه الأخبار، فقد أدرك ما يسعى إليه أخيه وتخوف من فراره، فأصدر أمراً بمنع الإبحار في شواطئ الأناضول وموانيها، وكلف القبطان إسكندر باشا بإحراق جميع السفن التي تقترب إلى السواحل، فنفذ إسكندر باشا الأمر بحذافيره. لما تبين للشهزادة قرقود صعوبة هربه، عاد واختبأ مع غلامه في كهف مظلم، فاشتد الأمر عليهما بقلة الزاد، فخرج بيالة لتحصيل القوت، ووجد أحداً من تركمان تلك البلاد، فكشف له إصراره ووعده بالجميل، ثم أعطاه بضع دنانير وأركبه على فرس قرقود، وأرسله لشراء الطعام والاستخبار عن سفينة يمكن أن تحملهما إلى مقصدهما. كان من سوء حظ الشهزادة قرقود أن وقع ذلك التركماني تحت أنظار جواسيس السلطان سليم، الذين رأوه راكباً على فرس تمتلك العلائم الملوكية الخاصة ببني عثمان، فأمسكوا به واستجوبوه عن مكان الشهزادة، فأنكر معرفته به، فخوفوه وضربوه دون نتيجة، فحملوه إلى قاسم بكوالي تك، الذي أعاد ضربه وهدده بالقتل إن لم يعترف بموضع مخدومه، فاعترف التركماني بكل شيء ودل الوالي على الكهف الذي يحتمي فيه قرقود وغلامه، فسار إليه قاسم بك واعتقل للشهزادة وصاحبه، ثم أرسلهما إلى السلطان سليم. ولما وصل قرقود إلى أخيه سارع بإعلان خضوعه من جديد وتنازل له عن جميع حقوقه، فأمر السلطان بإنزاله في بيت خاص به، لكنه على الرغم من ذلك استمر يخشى فتنته، فأمر بقتله. فدخل عليه بعض الخدام في ليلة 17 مارس 1513 ميلادياً وخنقوه بوتر قوس، ثم شيع جثمانه إلى تربة السلطان أورخان غازي حيث وريثر، واستأذن بيالة الغلام من السلطان سليم أن يقيم على خدمة مرقد سيده، فأذن له في ذلك وبقي في تلك الخدمة إلى أن ندركه الموت. يجدر بالذكر أن السلطان سليم اكتنف تابوت أخيه بنفسه حين تشييعه، ويروى أنه بكى وصرخ قائلاً: أي أخي ليتك لم تفعل، فولولاً فعلك ما أمرت بهذا. ويروي أيضاً أنه عرض على بيالة أن يعينه في أي منصب رفيع من مناصب الدولة ولو كان الصدارة العظم، مكافأة له على إخلاصه وولائه لخدمه قرقود. لكن بيالة قال إنه كما خدم الشهزادة القتيل في حياته فسيخدمه في مماته، فزاد إعجاب السلطان سليم به وسمح له بالإقامة على خدمته كما سلف. القضاء على الشهزادة أحمد. بعد القضاء على الشهزادة قرقود، سعى السلطان سليم للتخلص من أخيه أحمد، فدبر له خديعة ليظفر به، وأرسل إليه كتباً مختومة بأختام الأمراء والساسة الداعمين له،
وأدرج فيها شكاوى من شدة نفسه وتهوره وقتله أبناء إخوته، ودعاه فيها إلى دار السلطنة ووعده بالنصرة وغير ذلك مما يحركه على المسير إلى العاصمة. ولما وصلت المكاتب المزورة إلى الشهزادة أحمد انخدع بها وبادر بالسير إلى صوب إسلام بول، ولما وصل إلى حدود إيالة القرمن سارع وليها همدان باشا بإعلام السلطان سليم، فما كان من الأخير إلا أن سير أمير أخورة محمد بكفي من معه من العساكر إلى مقابلة على الشهزادة، وأمر بكلربك الأناضول أيضاً ليسير في عقبة مع جنوده. ثم وصل الخبر إلى السلطان بأن أخيه أحمد قد وصل إلى معبر دربند أرمني القريب من مدينة ياني شهير، فتوجه لقتاله ونزل في ظاهر البلد. ولما رأى الشهزادة أحمد أن أحداً من الذين راسلوه لم يظهر، علم أنه وقع في فخ نصبه له أخوه، فخاف وندم على قدومه في وقت لم يعد ينفع فيه الندم. فقابل السلطان خارج أسوار ياني شهير واصطدم به في قتال عنيف، فانكسر الشهزادة وتفرق جمعه، فسارع إلى الهرب، لكن حصانه كب به وأسقطه، فهرع إليه الجنود وأسروه وحملوه إلى أخيه سليم، فأمر بقتله خوفاً من أن يعاود إثارة المشكلات في الدولة، فخنقه سناً أغا القببجي بوترقوسه، وكان ذلك يوم 24 أبريل عام 1513 ميلادياً، ودفن في كليتنا المرضية إلى جانب أبناء إخوته. ثم أطلق السلطان سليم سراح كل من أسر من أتباع أحمد وأعلمهم أنه عفى عنهم، وهرب بعض أبناء الشهزادة القتيل من وجه عمهم خوفاً من أن يلحقهم بأبيهم، وكان في مقدمتهم مراد وعلى الدين علي وبعض الآخرين. فتوجه مراد إلى تبريز والتجأ في بلاط الشاه إسماعيل، فجعله أميراً على إحدى سناجق الدولة الصفوية، وبقي فيها إلى أن توفي. أما علاء الدين فهرب إلى مصر مع بعض إخوته، والتجأوا إلى السلطان قنصوها الغوري، وبقوا في الديار المصرية حتى ماتوا فيها بالطاعون. وكان سليم قد طالب كل من الشاه إسماعيل والسلطان الغوري أن يرد إليه أبناء أخيه، فامتنع عن ذلك، فأسرها سليم في نفسه. وعندما اطمئن السلطان إلى سلامة الجبهة الداخلية، سار إلى الساحل وعبر إلى ليولي، ومنها توجه إلى أدرن حيث قابل سفراء جمهورية البندقية ومملكة المجر ودوقية المسكوب، فأبرم معهم هدنة طويلة ليتفرغ أخيراً لقتال الصفويين والقضاء على خطرهم الكبير. أهم أسباب حرب الصفويين: كان للحرب العثمانية الصفوية أسباب اقتصادية واستراتيجية، سعى السلطان سليم للوصول إلى الهند وتحقيق سيطرة عثمانية على طرق التجارة الشمالية بفعل احتكار البرتغاليين تجارة التوابل وسيطرتهم على الطرق التجارية الجنوبية مع الهند. هذا وقد شهدت بداية عهد هذا السلطان تطوراً في النظام الديني البيروقراطي العثماني والحرف والأعمال التقنية السائدة في البلاد آنذاك، ما جعل متطلبات الدولة تزداد مع تطور هذه الأعمال. ويعتقد أن استمرار زيادة ارتفاع أسعار الحبوب في أوروبا خلال ذلك الوقت أفضى إلى ازدهار تصديرها من الأناضول، مما أدى إلى توسع الإنتاج الزراعي في آسيا الصغرى، وبالتالي زيادة عدد سكان تلك البلاد. يضاف إلى ذلك الاستهلاك المتزايد في أوروبا للمنتوجات الشرقية وبخاصة التوابل والحرير، ما دفع السلطان إلى السيطرة على الطرق التجارية الشمالية واحتكار التجارة بين الشرق والغرب. وحاول السلطان سليم بداية منع الصفويين من الاستفادة من المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسلحة والذخائر مثل النحاس والحديد التي اشتهرت بها بلاد الأناضول،
كما فرض حصاراً تجارياً على الدولة الصفوية، وبخاصة تجارة الحرير التي تمر عبر الأراضي العثمانية عن طريق حلب، الإسكندرونة، في طريقها إلى الغرب الأوروبي حيث تقايض بالذهب، ما خفض إيرادات الصفويين بشكل ملحوظ. وخط السلطان خطوة أخرى حين أخذ يصادر البضائع الإيرانية من جميع التجار لشحنها من الجانب الأوروبي في الروملي، ما أثر على حركة التجار الذين تحولوا نحو الجنوب عبر وادي الرافدين. وأخيراً قرر الاستيلاء على الطرق التجارية الشمالية مع الهند، ولما كانت الدولة الصفوية تقف حجر عثرة في سبيل ذلك، فقد قرر القضاء عليها. القضاء على شيعة الأناضول. بعد أن توافرت جميع أسباب الحرب، واطمأن السلطان لصفاء الدولة وسلامة الجبهة الداخلية، صمم عزيمته أن يحمل على الديار الإيرانية، فاستدعى كبار رجال دولته من قضاة وساسة وعلماء، وذكر لهم مدى خطورة الدولة الصفوية، وللشاه إسماعيل على آل الدولة العثمانية خصوصاً، والمسلمين للسنيين عموماً، وأن على العثمانيين الدفاع عن مصالحهم الحيوية وعن إخوانهم الذين طالهم ظلم الشاه في إيران والعراق. واستفتت السلطان العلماء في جواز قتال الصفويين، فأجمعوا وأفتوى بأن قتالهم وجهادهم أكثر ثواباً من جهاد الصليبيين بعد أن بلغ بهم الغلو مبلغاً يجعلهم خارجون على الإسلام. وكان في مقدمة كبار العلماء الذين أفتوى بذلك آل الشيخ حمزة أفندي وشيخ الإسلام المولى ابن كمال، الذي كتب رسالة طويلة في جواز قتال الصفويين واستئصال شأفتهم. ولما أخذ الفتوى من العلماء، أرسل السلطان أوامره إلى أطراف البلاد لاجتماع الجيوش، وكان قد أرسل في وقت سابق إلى الولاة وأمراء السناجق أن يتحروا أمر شيعة الأناضول المجاورين للحدود الصفوية، ويضبطون كل من بايع على الشاه على لا السمع ولا الطاعة، أو من يميل له ويتعامل معه. فوصل في هذا الوقت إلى العتبة السلطانية دفتر يحوي أسماء كل شخص تأكدت صلته بالصفويين، وكل من تبعه من الرجال وساهم في إقلاق الراحة العمومية وإثارة الفتنة في الأناضول، وكانوا قرابة 40,000، فأصدر السلطان أمره بقتلهم، فقتلوا عن آخرهم. وأرسل في الوقت ذاته حملات تأديبية لتلاحق بقايا الغلاة ممن تبقوا في الأناضول وتخرجهم منه. وأسر عند ذلك جاسوس للشاه إسماعيل، وأحضر مكبلاً إلى السلطان سليم، فلم يقتله وأطلق سراحه بعد أن حمله كتاباً غليظاً إلى الشاه يتضمن إهانات وتحدياً وتهديداً. من ضمن التهديد: أنا زعيم وسلطان آل عثمان، أنا سيد فرسان هذا الزمان، أنا الجامع بين شجاعة وبأس أفريدون الحائز لعز الإسكندر والمتصف بعدل كسرى، أنا كاسر الأصنام ومبيد أعداء الإسلام، أنا خوف الظالمين وفزع الجبارين المتكبرين، مرغم أنوف الفراعين معفرة تيجان الخوقين، سلطان الغزاة والمجاهدين، أنا الذي تذل أمامه الملوك المتصفون بالكبر والجبروت، وتتحكم لدى قوتي صوالج العزة والعظموت، أنا الملك الهمام، السلطان سليم خان ابن السلطان الأعظم بايزيد خان، أتنازل بتوجيه إليك أيها الأمير إسماعيل، يا زعيم الجنود الفارسية، ولما كنت مسلماً من خاصة المسلمين، وسلطاناً لجماعة المؤمنين، آل السنيين الموحدين، وإذ أفتى العلماء والفقهاء الذين بين ظهرانينا بوجوب قتلك ومقاتلة قومك، فقد حق علينا أن ننشط لحربك ونخلص الناس من شرك. خروج الحملة الهميونية إلى إيران. خرج السلطان سليم من مشتاه في أدرنة إلى إسلام بول في فبراير 1514 ميلادياً،
ونزل في موضع يقال له في لجايري بقرب جامع أبي أيوب الأنصاري، ومكث هناك إلى أن يتم عبور الجنود من كل أنحاء الرملي إلى الأناضول. وكان يزور رفي كل يوم مرقد الصحابي أبي أيوب، ويدعو الله أن ينصره ومن معه، ويبذل الصدقات على الفقراء. وفي يوم الخميس 19 أبريل 1514 ميلادياً، عبر السلطان إلى اسكدر ونزل في مالي، وكان بكلربك الرملي حسن باشا قد عبر بعساكر تلك البلاد وأمرائها من معبر اليابولي، وفوض السلطان في أثناء ذلك بكلربكية الأناضول إلى أمير سنجق البوسنة سنان باشا الخادم. ولما وصل السلطان إلى مدينة إزمير، أرسل كتاباً آخر إلى الشاه إسماعيل يدعوه فيه إلى العودة للإسلام القويم، ويحثه على رفع مظالمه، ويعلمه بأن علماء المسلمين في الدولة العثمانية أفتوا بجواز قتله لما اقترفت يداه، فإن ثاب إلى رشده وعاد عن غلوه وتشيعه، فإنه سيرجع إليه ما استولى عليه من أراضيه. وللإمعان في تحقير الشاه أرسل إليه السلطان سليم هدية كانت عبارة عن مسواك وعصا وطيلسان، وقصد بذلك تذكيره بأنه ليس من سلالة ملوكية كبني عثمان، بل هو من سلالة درويش كون تلك الأشياء من رموز هذه الفئة الصوفية. وأرسل السلطان أيضاً قاصداً إلى السلطان المملوكي قنصها الغوري، يعلمه بنيته القضاء على الصفويين، وبضرورة أن يكون أمر المماليك والعثمانيين واحداً وقولهم جازماً على الشاه إسماعيل. ارتحل السلطان بعد ذلك إلى صوب يني شهير، وأرسل الوزير أحمد باشا بن دقاق في عسكر الرملي إلى سيوس للتجسس على أحوال الشاه إسماعيل. وفي 1 يونيو 1514 ميلادياً وصل السلطان إلى قونيا حيث استراح 3 أيام، زار خلالها مراقد الأولياء وفي مقدمتهم مرقد المولى جلال الدين الرومي، ثم ارتحل إلى قيصرية ومنها إلى جوبقواسي، حيث أرسل إلى أمير ذي القدرية على الدولة بوزقوردك يدعوه إلى مرافقته في الحملة على الصفويين، فأبى المذكور ذلك، فغض عنه السلطان وتابع زحفه نحو سيوس، وأرسل أمير سينو أحمد بك في 500 فارس لجمع الأخبار عن تحرك الصفويين، ثم أرسل في عقبة محمد علي بك ميخائيل أغلي أيضاً. ولما وصل السلطان إلى سيوس أمر بحساب الجيش الحاضر، فبلغ عدد ذو الجنود بحسب المصادر العثمانية 140,000 مقاتل، فأمر السلطان أن يفرز منهم 40,000 من الشيوخ واليوافع والضعفاء ومن لا يقدر على إدارة السلاح، فيترك في نواحي سيوس وقيصرية لقلة الأقوات وللذخائر في بلاد العدو، إذ كان الصفويون ينسحبون من أمامنا العثمانيين بقيادة أحد أعظم قادة الشاه وهو محمد خنستجلوة، حارقين في طريقهم المحاصيل لحرمان الجيوش العثمانية من الإمدادات ولإبطاء تقدمهم، كما أحرق محمد خان المساكن الموجودة على الطريق الرابط بين أرزنجان وتبريز للغاية ذاتها. وعلى الرغم من أن هذا أبطأ الزحف العثماني فعلاً، لكن الحال لم يدم طويلاً، إذ كان السلطان سليم قد احتاط للأمر ودبر تدبيراً حسناً، بحيث أرسل ذخائر ومؤن كثيرة بالسفن عبر بحر البنطس وهو البحر الأسود حالياً إلى طرابزون لتوزع على الجنود عند الحاجة، وهكذا ما أن وصل العثمانيون إلى أرزنجان حتى وصلهم المدد من طرابزون، فباءت محاولات للشاه لعرقلتهم بالفشل. وفي 17 يوليو 1514 ميلادياً وصل السلطان إلى بلدة يضي جمن، وفيها وصله رسول من الشاه إسماعيل يحمل إليه كتاباً يبلغه فيه أنه يعد العدة للحرب أيضاً، وأرفق الكتاب بعلبة ذهبية
مليئة بالأفيون ردًا على إهانة السلطان سليم له. وقصد للشاه من وراء هذا أن كلام للسلطان وعزمه غزو للدولة للصفوية عبارة عن هذيان سببه المخدر. ثار غضب السلطان لما قرأ كتاب عدوه، فقتل الرسول وكتب رسالة أخرى إلى الشاه يتحداه ويدعوه إلى المبارزة ويستفزه ليجبره على اللقاء، ومما ورد فيها أن أفرزنا من عسكرنا نحو 40,000 وتركناهم في نواحي قيصرية حيث لا تخاف وتهرب، فأين دعوى السلطنة من هذا الفرار والتستر كالنسوان؟ فلا يليق لك ذلك للسلطان. لكن على الرغم من ذلك استمر قادة الشاه ينسحبون من أمام الجيوش العثمانية الجرارة، ولم يظهر لهم أي أثر أو خبر، مما أثار التململ وسط الجنود، وانتشرت بينهم الأقوال والشائعات بأن زحفهم هذا سيهلكهم نظراً لطول المسافة وبعدها معنا مراكز للتموين. وحرك بعض أهل الفتن بعض قادة الإنكشارية، فالتمسوا من السلطان الرجوع وعدم الدخول إلى بلاد العدو لقلة الأقوات وعدم ظهور الصفويين. فلم يلتفت السلطان إلى طلبهم وصمم عزمه على الوصول إلى ذربيجان. فاضطر القادة إلى الرجوع لوالي القرمن همدان باشا، وكان من المتربين في خدمة السلطان ومن ندمائه الذين يكلمونه في كل أمر، فألحوا عليه في تحويل السلطان عن عزمه والرجوع إلى الوطن، فعرض الباشا هذا الأمر على السلطان، لكنه لم يتم مقدماته إلا وأمر للسلطان بضرب عنقه، فخاف جميع الجنود وقادتهم وكتم التذمر في أنفسهم. بعد هذه الحادثة أرسل السلطان سليم كل من الأمراء علي بك بن شهسوار الذي قدري وفرخشد بك البيندري ومحمد علي بك ميخائيل أغلي وبالي وواده للتجسس وجمع أخبار الصفويين، ووجه كل منهم إلى جهة مختلفة، فظفر فرخشد بك وبالي وواده بأمراء من القزلبش فأسروهم في جمع من جنودهم وحملوهم إلى العتبة السلطانية، فأطلقت سلطان سراح قزلبشين فقط، وأرسل معهما إلى الشاه إسماعيل كتاباً آخراً ليحركه على المبارزة، ومما جاء فيه إن كنت رجلاً فقابلني في الميدان ولن نمل انتظاره. وأرسل مع الجنديين أيضاً خماراً ومعجرة ليدلل للشاه على شدة احتقاره والاستخفاف به. ثم تابع السلطان زحفه، لكنه لم يتقدم لمسافة بعيدة حتى اعترضت الإنكشارية مجدداً ورفضت التقدم أكثر، والتمس قادتها الرجوع، فأجابهم السلطان قائلاً: من أراد الرجوع فليرجع، وأما أنا فلا أرجع أبداً ما لم أقابل الخصم، وإنما تحملت أعباء للسلطنة لأجل ذلك، وأخذ الانتقام من إسماعيل الملحد، وعدد: عليكم هذه الشدائد قبل أن أقبل السلطنة، فاخترتم عند القول، وتكلمتم عند العمل، ولا جبر على أحد، فمن اختار الرجوع فليرجع. فاضطرت الإنكشارية إلى المتابعة، إلا أنهم لم يتوانوا عن إظهار امتعاضهم بتحريك بعض الأعيان، حتى أنهم أطلقوا رصاص بنادقهم على سرادق السلطان في إحدى الليالي لتخويفه، فلم يلتفت إلى ذلك، وزادت عزيمته. وخلال تلك الفترة وصلت رسالة من الشاه إسماعيل، تضمنت خطاباً يدعو السلطان إلى التهدئة، وبنفس الوقت يحذره تحذيراً مبطناً من سوء العاقبة فيما لو تابع الزحف. ومما ورد فيه: نريد أن تنمو الصداقة بيننا كما كانت أيام السلطان بايزيد وأيام ولايتك على طرابزون. لسنا ندري لماذا قامت العداوة بيننا، نريد أن تعود الصداقة القديمة التي كانت بيننا وبين آل عثمان قديما. لا نريد لكم نتيجة سيئة كالتي حدثت أيام تيمور. فأجابه السلطان قائلاً:
استجبنا للدعوة وقطعنا الطرق الطويلة بجنود آياتها النصر، ونحن الآن ممالكك. ولكننا لم نجدك في الميدان، وإذا كانت عندك نخوة أو رجولة، فاثبت في الميدان. وخلال فترة قصيرة من هذا، وقع في أسر علي بك بن شهسوار جماعة من القزلبش، فاستعلم منهم أحوال الشاه وجيوشه، فأخبروه بأنه وصل قرب سهل الديران وصمم العزم على القتال فيه، ففرح السلطان من هذا الخبر، وأسرعوا للسير إلى الموقع المذكور تمهيداً للمعركة الفاصلة. واقعة جلديران. وصل العثمانيون إلى سهل جلديران يوم 22 أغسطس 1514 ميلادياً، ليجدوا أن الصفويين سبقوهم إليه، وعسكروا هناك منذ مدة. وفي ليلة ذلك اليوم، اجتمع ديوان الحرب العثماني برئاسة السلطان سليم، وتقرر البدء بالهجوم فجر اليوم التالي. وفي الموعد المذكور، تقابل الجمع واستعد للمعركة التي كان من شأنها تقرير مصير الدولة العثمانية والمشرق العربي، إذ كان من الممكن أن يسفر انهزام العثمانيين عن فرض الصفويين التشيع على المنطقة، لا سيما وأن الشاه إسماعيل كان يطمح في إقامة دولة شيعية كبرى تضم الديار الإيرانية والعراقية والشامية والرومية، ومن أجل ذلك فاوض الدول الأوروبية وبخاصة جمهورية البندقية لمساعدته، وعرض عليها مشروعه الرامي بالقضاء على الدولة العثمانية، وأنه يترتب على الدول الأوروبية إن كانت تريد الحصول على بعض المكاسب أن تتحرك من الرمل على أن تكون لها مصر، في حين يستأثر هو بحكم الشام بالإضافة إلى الأناضول. لكن الأوروبيون خيبوا أمل الشاه، إذ كانت أغلب الدول الغربية منهمكة في مشكلاتها الداخلية، في حين كانت البندقية خارجة من حرب خاسرة مع الدولة العثمانية جلبت لها العار والانهيار الاقتصادي، فوجد الشاه نفسه وحيداً في مواجهة للسلطان سليم. تمركز الشاه إسماعيل في ميمنة جيشه، وكان على قيادة الميسرة والي ديربك محمد خنستجلوة، ولم يكن هناك فيلق مركزي مستقل. أن خيالة التركمان معظم عناصر الجيش الصفوي، وكانوا قد فرزوا حسب ولويتهم وإيالاتهم، وعلى رأس كل فرقة منهم أمراء تركمان أيضاً. وكان هؤلاء أشد جنود الشاه تعصباً لمذهبهم وإخلاصاً لشخصه، بحيث لم يكن أحدهم يتخلى عن التضحية بروحه في سبيل سيده. ولم يكن للشاه مدفعية ولا مشاة من حملة البنادق، لكنه استعاض عن ذلك بفعالية وكفاءة فرسانه. أما في الجانب العثماني، فقد وقف بكلربك الأناضول سنان باشا الخادم مع عساكر الأناضول وأمرائها في الميمنة، وبكلربك الرملي حسن باشا مع عساكر تلك البلاد وأمراء سناجقها في الميسرة، وذلك حسب العرف العثماني القاضي بأن الحملة لو كانت في الرملي يقف بكلربكها في الميمنة، وفي العكس بالعكس، وكان السلطان في القلب. وجعلت عجلات المدافع أمام الجنود، وربطت ببعضها بالسلاسل، وسدت ساقه العسكر بالجمال والأحمال والأثقال، وقام الإنكشارية بالمكاحل الكبيرة فيما بين عجلات المدافع بين يدي السلطان، وقام في جنبيه الصدر الأعظم أحمد باشا بن هرسك، والوزيرين أحمد باشا بن دقاقين ومصطفى باشا، وعين لإمارة آل الطليعة علي بك بن شهسوار في جمع من أقوى الجنود لمدد الطرفين، وشادي باشا لإمارة الساقة. ومن المؤكد أن الجيش العثماني هذا كان حينذاك أحد أقوى جيوش عصره من حيث عدد الجنود ونوعية الأسلحة النارية، وكذلك من حيث كفاءة من يستخدمونها، بل إن الجيوش العثمانية كانت الوحيدة في العالم التي تستخدم المدافع في الحروب الميدانية،
في حين كانت بقية للدول تستخدمها في قصف الأسوار والقلاع. بدأت المعركة بهجوم الصفويين بقيادة تشاهي نفسه على ميسرة السلطان، فقاتلهم قتالاً شديداً حتى يقال أنه استبدل الفرس الذي تحته 7 مرات، وهجم محمد خان الميمنة العثمانية، فأمر سنان باشا المدفعية بأن لا يطلق نيرانهم إلى أن يعلمهم. وما أن قربت صفوف الفرسان القزلباشيين حتى نادى الباشا بإشعال المدافع، فحصد الصفويون حصداً وهلك منهم الكثير، في حين أصيب الباقون بالدهشة والرعب، فهاجمهم العثمانيون وقتلوا أغلبهم، وكان من جملة القتلى محمد خان أستجلوه نفسه، فانكسرت بذلك ميسرة على الصفويين انكساراً تماً. أما الميمنة الصفوية بقيادة تشاه فتمكنت من تفريق عساكر الرمل وقتلوا كثيراً منهم، وكان من جملة مشاهير أمراء الرمل الذين قتلوا علي بك وشقيقه طور، علي بك ابناً بالي بك بن ملقوب قائد غزوة قرقوة عاصمة مملكة بولونيا خلال عهد آل السلطان بايزيد آل الثاني، وكان أحدهما أمير صوفيا والآخر أمير سيلسترا، وكذلك أمير المورة حسن بك وفيروز بك وسليمان باشا ومصطفى بك وإسكندر بك ابن يوركك بك وغيرهم. وجرح البكلربك حسن باشا وأخرجه أتباعه من أرض المعركة، لكنه مات بعد ذلك بقليل. ولما رأى السلطان انكسار ميسرته أرسل إليهم جمعاً من الإنكشارية لمددهم، فأطلق الإنكشاريون نيرانهم على الصفويين حتى دفعوهم عن قصد قلب الجيش وأجبروهم على الالتفاف ورائه، فوقعوا بين الأثقال والأحمال والتفت أرجلهم بسلاسل إلى الدواب، فانقض عليهم العثمانيون يقتلون ويأسرون. وجرح الشاه على عضده في موضعين، ثم وقع فرسه في وحل وألقاه عن ظهره، فانقض عليه مجموعة من العسكر العثماني وكادوا أن يمسكوا به لولا أن شغلهم أحد خواص الشاه المدعو ميرزا سلطان علي، وكان مشابهاً لإسماعيل في الهيئة وللباس، فانخدعوا به وحاولوا أسره في الوقت الذي ركب للشاه على فرس أحد حراسه وهرب. وبهذا انكسر الصفويون كسرة قبيحة، فقتل أكثر أعيانهم وأسر بعضهم، وكان من جملة الأسرى زوجة الشاه تجلي خانم، وقيل بل هي بهروزة خانم، ولم يقبل السلطان أن يردها لزوجها بل زوجها لأحد كتاب يده انتقاماً من الشاه. ولما تمت الهزيمة على الصفويين ولم يفلت منهم غير قليل من الجرحى، نهبوا الجنود العثمانيون معسكرهم إلى الصباح، فغنموا ما لا يعد ولا يحصى، وقسمت الغنائم بين السلطان والعسكر، وطيب السلطان الجنود بالترقيات. ثم أمر أحمد باشا بن دقاقين بتعقب آل الشاه إسماعيل وسائر الفرين إلى تبريز، ثم سار هو أيضاً.